بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إخواني في الله، اليوم سوف أظهر لكم سرا من أسرار كتاب الله سبحانه وتعالى، وهي آية صغيرة ولكن كبيرة في بركتها، وكبيرة في حفظها، وكبيرة في معانيها. هي آية الكرسي، آية العرش. فهذه الآية الجليلة الشريفة الكريمة هي مانعة حاصنة، هي سد وحائط بينك وبين العالم الآخر، عالم الشياطين، إنس وعالم شياطين الجن. اعلم وفقنا الله وإياك لطاعتنا أسماء الله لا معين دالة من أعظم الأسماء في كتاب الله، آية الكرسي المعظم، لقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأن في قوله تعالى الألف لام من معنى الجليل، لأن الألف من الله، واللام لهما في السماوات، والميم مالك الملك. واعلم أن هذه الآية لما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل ما 70,000 ملك إجلالا له وإعظاما لقدرها. فأعرف قدر ما وصل إليك، لأن الآية المنجية المانعة والنافعة والواقية ونصيدة القرآن. وروى ذلك في أحاديث صحيحة أن من قرأ أول النهار كان في يومه محفوظا من الحوادث ومن الأذى ومن موت الفجأة ومن الغدر ومن السحر ومن طوائف الشياطين الإنس والجن.